بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن إثبات نصب هذا الموقع بالدليل القاطع. طبعا كنت قد شرحته في هذا الفيديو. احصل على بتكوين مجانا فسار اعلان قبل ان تندم. فيديو آخر اربح مبالغ مالية عالية جدا من خلال تعدين البيتكوين بشكل مجاني فسارع في استغلال العرض قبل أن تندم. طبعا يا أخوان هذا الموقع يدفع لك عندما تصل هنا إلى 100 دولار. أنا الآن كما ترون في حسابي لدي 295.5 سنت طبعا أو نص دولار وليس نص سنت 50 سنت. طبعا يا أخوان أنا كان لدي المبلغ أكبر من هذا بكثير، يتوصل إلى فوق 400 دولار. خاطبتهم عن طريق الدعم الفني الذي ترونه هنا أمامكم. مع الأسف لم يقوموا بالرد علي. وقاموا بماذا؟ وقاموا ب يعني إنزال أرباحي في هذا الموقع، أرباحي تفوق 400 دولار. نعم لا نقولها جزافا، ولكن المشتكى لله. الموقع نصاب 100%. الآن سوف نثبت لكم أن بالدليل القاطع عندما نريد السحب. انظروا الآن بسحبهم على باي بال أو على بيتكوين كل واحد. نجرب الآن بيتكوين. انظروا تخرج هذه الرسالة، سوف أترجمها. طبعا تقول احصل على 1000 نقرة من خلال جدار العرض قبل سحبهم الأول. نضغط هنا سوف يريد مني إكمال العروض. عندما أدخل إلى العروض وأريد أن أكمل هذه العروض وأكمل، دخلت إلى عروض كثيرة وأكملت كثير من العروض، حتى هذا البرنامج قمت بتنزيله على جوالي وفتحه واستخدامه ولم يحسب لي شيء، ما زال 10 نقاط لا غير. تقولون إذن كيف أنت حصلت على هذه النقرات وقمت بشراء التعدين وربحت هذه الأموال؟ أقول لكم أنني قمت بشراءها عن طريقهم هم. انظروا هنا، إما أن تشارك العنوان الإحالة لتحصل على الأموال، أو عن طريق هذه العروض تكملها فتحصل على أموال، أو عن طريق شراء النقرات. وهناك عدة طرق هم واضعينها لشراء النقرات. أنا قمت بشرائها عن طريق الهاتف هنا طبعا، وقمت بشراء 3135 وعدت الكرة مرة أخرى، أي أصبح لدي أكثر من 6000 نقرة. طيب يا أخوان، وقمنا بشراء التعدينات كما ترون لدي 15 عقد قمت بشرائهم من خلال النقرات. طبعا في مشاركة عنوان الإحالة أنا قمت بوضعه في الفيديوهات هنا وعلى المدونة، ولكن لم أحصل على نقرات إلا تقريبا 2 فقط. هذا ما حصلت عليه، ولذلك أردت أن أشتري العقود لكي نسرع عملية التعدين والربح حتى نصل إلى المبلغ الحد الأدنى للسحب وهو 100 دولار. كما رأيتم الآن أعيد لكم لنختار السحب عن طريق باي بال لترون ذلك. طبعا أنا لست فقط من التعدين حصلت على هذا المبلغ. إذا حصلت على هذا المبلغ أنا أرسله إلى الاستثمار ثم يرجع لي مع الأرباح. كل 1 دولار أستثمره أحصل على ربح بعد 24 ساعة 23 سنت. طيب الآن كما ترون الكمية 295.50 سنت. باي بال
أيضا نفس الرسالة. لقد اكتشفنا بعض زيارات الخادم الوكيل التي تم إرسالها إلى عنوان الإحالة طبعا. لمحاربة حسابات الرسائل غير المرغوب فيها، نطلب من المستخدمين كسب ما لا يقل عن 1000 نقرة من جدار العرض قبل سحبهم الأول. طبعا هذا من الكذب والنصب. لقد قمت بشراء النقرات ولم أحصل إلا على نقرتين فقط، ولذلك ذهبت مع هذا إلى ما يقولون عنهم، وأردت استكمال العروض، لكن العروض عندما أقوم بإكمالها لا تحسب لي هنا أي نقرات. لذلك قمت بالبحث في المحتوى الأجنبي عن هذا الموقع، ورأيتهم أثبتوا بالدليل القاطع كما أثبته لكم أنا الآن بالدليل القاطع نصب هذا الموقع. هذا الموقع نصاب، نعم هذا الموقع نصاب، وذلك بأن قاموا بأن أرادوا يعني سحب المبلغ وعملوا مثلي، وخرجت لهم هذه الرسالة، والبعض قام بماذا؟ إكمال 1000 نقرة من خلال العروض، فخرجت له رسالة أخرى أنه قم بشراء هذه العفوية، هذه العفوية قم بشرائها، فقام بشرائها وأصبحت النجمة هنا، حتى هو يشرح والنجمة هنا ويؤشر عليها، ولم يتم السحب، ولم يتم السحب، ولم يتم السحب، ولم يتم السحب، بل خرجت له رسالة تقول له احصل على نقرات. رجعنا إلى النقرات من جديد، إذن هذا الموقع نصاب 100%. انظروا بعد ما خاطبتهم حتى زر شراء هذه العفوية لترقية الحساب أخفوه عني، يعني أنا بعد ما جربت أنا أسحب المبلغ وقالوا لي هذا الكلام، قلت لهم أنا قمت بشراء النقرات من عندكم مرتين، دفعت لكم 80 ريال عن طريق الهاتف، واستخدمت الرقم كذا ودفعت لكم إلى آخر. لم يأتيني من الإحالة إلا 2 فقط. كيف تقولون أنهم إحالة من خادم ومدري إيش ومدري شنو، تحاربوا الرسائل المزعجة، مدري رسائل السابان مدري إيه من هذا الكلام. فلم يردوا علي، تفاجأت بخصم رصيدي، بخفض رصيدي وبإخفاء الزر حتى لا أرقي حسابي إلى العفوية هذه ب10 دولار. سبحان الله، يعني هذا الموقع نصاب 100%. عندما قلت يعني ممكن حلوها، كانت هناك مشكلة وخصموا من المبلغ وتم حل المشكلة، هنا ممكن أصبحت هناك لديهم مشكلة، حملناهم على محمل الخير، لا يوجد فائدة. ربما تقولون حد الأدنى 100 دولار، يمكن لا يسمح إلا ب100 دولار، لا يسمح بكل المبلغ. نجرب 100 دولار أمامكم لترون نفس الرسالة تخرج لنا. إذا هذا الموقع نصاب نصاب نصاب، ابتعدوا عن ولا تخسروا أموالكم كما خسرناها نحن، ونسأل الله أن يعوضنا عن ما خسرنا خيرا وأفضل من إن شاء الله أضعافا مضاعفة. فلا تضيعوا وقتكم ولا جهدكم ولا أموالكم. طبعا أنا عندما قال لي هذا الكلام لما يعني أذهب إلى هنا كسب النقرات، إلا عندما قلت يعني المبلغ كبير قرابة 500 دولار، خليني أجرب، فجربت ممكن 10 عروض، رأيت أنه لا يتم احتساب أي نقرات هنا، يعني لا هنا يزيد ولا في لوحة القيادة هنا يزيد. قلت له طيب خلينا أعطيهم 72 ساعة 3 أيام، أعطيناهم لنفس الشيء، لا يوجد أي يعني جديد. قلت طيب بعد هذا الكلام
قلت خليني نخاطبهم على الدعم الفني. خاطبتهم على الدعم الفني، بدل أن يردوا علي ويحلوا المشكلة قاموا بخفض رصيدي وقاموا بإلقاء هذا الزر عني حتى لا أستطيع ترقية العفوية إلى العفوية المميزة، حتى لا ينفضحون إلى عفوية VIP، حتى لا ينفضحون. فقمت بالبحث عن هذا الموقع في المحتوى الأجنبي ورأيت الكثير قد أثبت نصب هذا الموقع بالدليل القاطع والفيديو. عندما يأتون يريدون سحب الرصيد تخرج لهم نفس الرسالة التي تخرج لي. رأيت واحد كسب النقرات من خلال العروض، كسبهم، كسب تقريبا 6000 وقليل من العروض، فجاء للسحب خرجت له أنه اشتر عفوية VIP، رق حسابك حتى تكون هكذا ويتم الدفع. فقام بالشراء وأصبحت النجمة هنا تخرج، النجمة الصفراء، وأتى للسحب فرجعوا نفس الرسالة قالت له احصل على نقرات 1000 نقرة. ما هذا الكلام؟ عنده الآن 6000 نقرة. ما هذا الكلام؟ ما هذا العبث؟ إن دل فهو يدل على أن هذا الموقع نصاب 100%. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وأعمل لايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة إن شاء الله في التعليق على هذا الفيديو. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.